تعرضت الأحياء السكنية اليوم في الغوطة الشرقية لقصف بالطائرات الحربية، الطائرات الحربية التي ألقت. الله أكبر! يا أخوانا سلام! ألقت العاصفة المطرية بثقلها على كاهل آلاف العائلات التي تقطن مخيمات النزيف. نقف الآن على الطريق الذي عبرت منه منذ قليل أرتال عسكرية تابعة للجيش التركي باتجاه ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا. إذن هو تحول للمعركة في معظم محاور القتال في ريف حمص الشمالي. عام ونيف ولا يوجد لأهالي بلدة حيط سوى هذا الطريق لتأمين الاحتياجات. قصد الكثير من التجار والصناعيين منطقة الجزيرة السورية في سنوات الثورة. تتبلى الفروقات لهدنة هشة لم تصمد طويلا أمام عطش الطائرات الروسية لدماء السوريين.